أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنشوف المحاضرة الثانية في منهج الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي، وما زلنا في الدرس التمهيدي في منهجنا اللي بعنوان مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، والمحاضرة الثانية إن شاء الله هتكون بعنوان تطور الجغرافيا السياسية. واللي ما تابعش المحاضرة الأولى إن شاء الله ممكن يلاقي رابط المحاضرة الأولى في وصف هذا الفيديو، انزل لتحت واضغط على كلمة المزيد في وصف هذا الفيديو هتلاقي رابط المحاضرة الأولى إن شاء الله. تعالوا ندخل في موضوع محاضرتنا الثانية مباشرة. وزي ما تعودنا مع بعض وزي ما هنتعود، بنحاول دايما نبدأ المحاضرة ببعض الأسئلة السريعة عن المحاضرة السابقة، وبنختم محاضرة اليوم ببعض الأسئلة. إذا كان 50% بيعتمد على فهمك للمنهج، فهناك حل الأسئلة بيكمل 50% الأخرى، يعني حل الأسئلة المتنوعة أمر هام جدا علشان تستوعب تفاصيل المنهج. بدراسة المخطط الزمني التالي نستنتج أن الفترة التي انتصرت فيها الأيديولوجية الرأسمالية على الأيديولوجية الاشتراكية يمثلها الحرف. طبعا لو كنت تابعت المحاضرة الأولى هتقدر توصل الإجابة بسهولة. السؤال هنا بيلمح إلى الصراع بين المعسكر الشرقي اللي كان بينتهج الفكر الاشتراكي والمعسكر الغربي اللي كان بينتهج الفكر الرأسمالي خلال فترة الحرب الباردة. الجملتين اللي أنا قلتهم دول بيقربوا لك الإجابة، وإذا كنت دارس كويس موضوع المحاضرة الأولى هتعرف إن الحرب الباردة ابتدت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهت مع تفكك الاتحاد السوفيتي عام 91، من عام 46 نهاية الحرب الثانية حتى عام 90. فترة الصراع الأيديولوجي أي الصراع الفكري أي الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية، وهي فترة الحرب الباردة. انتهت فترة الحرب الباردة عام 91 بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر الشرقي. إذا لما نقول تفكك المعسكر الشرقي إذا انهزم الفكر الاشتراكي، وبالتالي انتصرت الأيديولوجية، الأيديولوجية بمعنى الفكر. إذا فترة انتصار الأيديولوجية الرأسمالية بيمثلها الحرف د من عام 91 حتى عامنا هذا 2022-2023. السؤال الثاني أنا بحاول طبعا من خلال الأسئلة اللي بستعرضها معاكم هتكون نوعين. بحاول إن شاء الله في الأسئلة اللي هنستعرضها مع بعض بتكون نوعين، نوع من وضع القائمين على وضع الامتحانات في الوزارة، وهيكون واضح انه امتحان ثانوية عامة من وضع الوزارة، والاسئلة الاخرى هي اسئلة تخصني انا شخصيا، يبقى انت بتجمع بين نوعين من الفكر في وضع الاسئلة. تعالوا مع بعض نشوف امتحان الوزارة دور تاني عام 2022. طبعا الاسئلة دي تخص المحاضرة الاولى. ترتب على اندماج اليمن الجنوبي مع اليمن الشمالي في دولة واحدة، أي النتائج الأربعة التي ترتبت على اندماج اليمن الجنوبي واليمن الشمالي؟ طبعا اليمن الجنوبي والشمالي اندمجوا مع بعض بعد انهيار المعسكر الشرقي وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 91. بينتج عن هذا الاندماج بدل ما كانوا دولتين يبقى دولة واحدة، هتكون الإجابة تناقص عدد الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية. السؤال الثالث، من خصائص الحدود، لاحظ معايا امتحان ثانوية عامة دور أول 23 يعني هذا العام، من خصائص الحدود أنها قابلة للنقل والحركة والاختفاء أحيانا في ضوء العبارة استنتج. المنطقة التي شهدت تعديلا للحدود في العقد الأخير من القرن العشرين الميلادي تشرف على. أكيد طبعا إذا كنت تابعت المحاضرة الأولى ومستوعب الجزء اللي في بداية منهجنا هتقدر تجاوب، وانت عارف
ان حصل تغير في الخريطة السياسية نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشرقي، وكان لهذا له تأثير على 7 مناطق وست مسطحات مائية. بدراسة موضوع المحاضرة الأولى هتقدر تستنتج ان المنطقة التي شهدت تعديلا للحدود في العقد الأخير، أي ال10 سنوات من 1991 إلى عام 2000، عن العقد الأخير آخر 10 سنوات من القرن العشرين، تشرف على مسطح مائي من هذه المسطحات. الإجابة هتكون بحر قزوين. وهناك مجموعة من المسطحات المائية زي البحر الأسود وبحر البلطيق وخليج عدن جنوب البحر الأحمر والبحر الإدرياتيكي وبحر الشمال، هذه هي المسطحات المائية التي تأثرت بتفكك المعسكر الشرقي. كل ده موجود في المحاضرة الأولى. بحر قزوين بتشرف عليه منطقة كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وظهر فيها 3 دول، دول القوقاز، وبالتالي لما ظهر ال3 دول حصل تغير سياسي على ساحل بحر قزوين. تعالوا مع بعض ندخل في موضوع محاضرتنا النهاردة، المحاضرة الثانية اللي هتكون بعنوان تطور الجغرافيا السياسية. تعالوا مع بعض ندخل في موضوع محاضرتنا الثانية بعنوان تطور علم الجغرافيا السياسية. هنعرف ان علم الجغرافيا السياسية تأسس عام 1897، ولما اقول 1897 اذا نهاية القرن 19، قبل نهاية القرن 19 ب3 سنوات تأسس علم الجغرافيا السياسية على يد هذا العالم اللي ظهر امامنا، العالم الالماني راتز. وبما ان هذا العالم اللي انشأ علم الجغرافيا السياسية او اسس علم الجغرافيا السياسية في نهاية القرن 19، لكن الكتاب بيقول لنا ان علم الجغرافيا السياسية تطور، يقصد ان هناك علماء في ازمان سابقة وفي تواريخ سابقة تحدثت عن موضوع الجغرافيا السياسية. ومن خلال حديثنا في هذه المحاضرة والمحاضرات اللي جاية ان شاء الله هنعرف ان الموضوع الرئيسي في علم الجغرافيا السياسية هو دراسة الدولة، وبالتالي الكتاب بيقول لنا ان هناك علماء قبل رازل تحدثوا عن الدولة. العالم ارسطو، لما ارسطو يتكلم عن الدولة اللي هي موضوع الجغرافيا السياسية، خلي بالنا ان ارسطو كان عايش في القرن الرابع قبل الميلاد واحنا في القرن العشرين الميلادي، هل كان يعلم أرسطو أنه يتحدث في علم اسم الجغرافيا السياسية؟ لا، هو تحدث عن الدولة، وعلماء العصور السابقة كانوا علماء موسوعة العالم فيهم بيتحدث في أكثر من علم. معروف طبعا عند طلبة الأدبي أن أرسطو فيلسوف كبير وهو تحدث عن الدولة، فالكتاب عاوز يقول لنا أن هناك قبل رازل ناس تحدثت عن الدولة، وبما ان هؤلاء العلماء تحدثوا عن الدولة فهيكون هذا بدايات تطور الجغرافيا السياسية الى ان اكتملت على يد رز. ليس العالم ارسطو فقط اللي اتكلم عن الدولة اللي هو الموضوع الرئيسي للجغرافيا السياسية، ولكن هناك عالم عربي مسلم وهو ابن خلدون. ابن خلدون عاش في نهاية القرن ال14 الميلادي وبداية القرن ال15 الميلاد، وهو عالم عربي من تونس. اذا الكتاب بيقول لنا ان هناك علم اسم الجغرافيا السياسية نشأ على يد رازل في نهاية القرن 19، لكن في القرن ال14 وال15 هناك عالم اسمه ابن خلدون عربي تحدث عن الدولة، اذا هو تحدث عن الجغرافيا السياسية. وقبله بقرون عديدة في القرن الرابع قبل الميلاد العالم اليوناني الاغريقي ارسطو تحدث عن الدولة، إذا هو تحدث عن الجغرافيا السياسية. إذا نفهم من هذا الكلام إن موضوع درسنا اليوم الرئيسي إن إحنا هنشوف آراء هؤلاء العلماء الثلاثة كيف تحدثوا عن الدولة، إلى أن وصلنا إلى إن العالم الألماني رازل يؤسس علم جديد هو علم الجغرافيا السياسية. وطبعا هنعرف من خلال حديثنا النهاردة إن شاء الله إن علم الجغرافيا السياسية هو أحد فروع الجغرافيا البشرية، واحنا عارفين ان الجغرافيا بتنقسم الى قسمين، اما جغرافيا طبيعية واما جغرافيا بشرية. تعالوا نكمل محاضرتنا النهاردة، نبدأ كلامنا في عمق موضوعنا النهاردة ونقول ان علم الجغرافيا بينقسم الى
قسمين، جغرافيا طبيعية وجغرافيا بشرية. إذا بنفهم من هذا الكلام أن منهجنا السنة دي الجغرافيا السياسية هو أحد فروع الجغرافيا البشرية وليس أحد فروع الجغرافيا الطبيعية. الدرس الأول في منهجنا بعنوان مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، وإحنا بنسميه الدرس التمهيدي. الشريحة اللي قدامنا بتوضح لنا فكرة الجغرافيا السياسية، وإحنا لسه قايلين أن هناك عالم ألماني اسمه راتزل أسس علم الجغرافيا السياسية. لاحظ راتزل خلال دراسته للتاريخ وللجغرافيا أن التاريخ مليء بالدول القوية والدول الضعيفة اللي بتدخل مع بعض في صراعات. نتيجة هذه الصراعات تنتصر بعض الدول القوية على بعض الدول الضعيفة. ومع مرور الزمن والتاريخ لاحظ راتزل أن هناك دول بتظهر ثم تختفي بعد فترة. إذن أول ملاحظة لاحظها راتزل أن هناك دول بتظهر على خريطة العالم السياسية في فترة معينة من الزمن ثم تختفي نتيجة الصراعات. لاحظ راتزل تطور كبير جدا في شكل خريطة العالم. هذا التطور تمثل في تغير الخريطة السياسية، وبالتالي لما نقول دولة اختفت أو دولة ظهرت أو دولة تفككت أو دولتين اندمجوا مع بعض بينتج عن ذلك تغير في الحدود السياسية، وبالتالي تغير في الخريطة السياسية، وبالتالي تغير عدد دول العالم، ومن هنا بيحدث تغير كبير في العلاقات الدولية. من هنا بنقول ان الكلام اللي قدامنا ده تغير الخريطة السياسية هو صلب دراسة الجغرافيا السياسية. انما محور دراسة الجغرافيا السياسية هو الدولة. يبقى اذا صلب موضوع الجغرافيا السياسية تغير الخريطة السياسية نتيجة اختفاء دول وظهور دول، ومحور دراسة الجغرافيا السياسية هو الدولة، واحنا هنسمي الدولة هنا في منهجنا وحدة سياسية. لما نقول دولتين نقول وحدتين سياسيتين، لما نقول خمس دول خمس وحدات سياسية. تعالوا مع بعض ندخل في صلب المحاضرة الثانية، وبنبدأ بتعريف علم الجغرافيا السياسية. العلماء اما حبوا يعرفوا لنا الجغرافيا السياسية قالوا احنا هندرس المقومات الطبيعية للدولة. ما المقصود بالمقومات الطبيعية أو بالموارد الطبيعية؟ كل شيء موجود في الدولة بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان، يعني هبات من الله لهذه الدولة. احنا ممكن نلاقي ان هناك دول بتحتوي على نهر، ودول غير موجود فيها أنهار، دول ساحلية على البحر ودول غير ساحلية، دول فيها جبال ودول ما فيهاش جبال، دول فيها أرض خصبة دول ما فيهاش أرض خصبة، دول فيها ثروات معدنية ونفط وغاز ودول ما فيهاش كده. انت قدرت تفهم ما المقصود بالموارد الطبيعية؟ اكيد الدولة اللي فيها ارض زراعية هتكون اقوى، واللي فيها انهار مياه عذبة هتكون اقوى، واللي فيها ثروة معدنية ونفط وغاز وطاقة هتكون اقوى وهكذا. واكيد الدولة اللي بتقع على بحر ولها ساحل هتكون اقوى نتيجة انتعاش التجارة والتصدير والاستيراد والاتصال بالعالم الخارجي. يبقى اذا علماء الجغرافيا قالوا هندرس الموارد الطبيعية للدولة، لكل الدول، وبعدين ندخل على دراسة الموارد البشرية، نشوف السكان، نشوف الناس، هل الناس دول متعلمين؟ هل عندهم نسبة ثقافة عالية؟ هل يمتلكوا علم ولا لا؟ طبعا واضح ان الدولة هتكون قوية لما تكون عندها موارد بشرية متعلمة مدربة. بعد ما ندرس الموارد الطبيعية والموارد البشرية هنشوف امر اخر، ندرس تنظيم الدولة، التنظيم الداخلي. المقصود بالتنظيم الداخلي اي التقسيم الداخلي للدولة. بنقول مثلا مصر بتتكون من عدد من المحافظات زي الاسكندرية والقاهرة واسوان، بنقول الولايات المتحدة الامريكية بتتكون من مجموعة من الولايات وهكذا. اذا اجزاء الدولة الداخلية اسمه التنظيم الداخلي. تيجي الجغرافيا السياسية بتشوف هذا التنظيم الداخلي، وتشوف العلاقة بين المحافظات او الولايات، وبعدين تشوف العلاقة بين الحكومة الكبيرة في الدولة وبين الحكومات داخل هذه المحافظات اللي احنا بنسميه المحافظ، في امريكا اسمه حاكم الولاية. بعد ما ينتهي علماء الجغرافيا السياسية من دراسة الموارد الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي يشوفوا علاقة
هذه الموارد والتنظيم بإيه بقى؟ بقوة الدولة. وجد علماء الجغرافيا السياسية إن الموارد الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي بيؤثروا بشكل كبير على قوة الدولة، إما أن تكون دولة قوية وإما أن تكون دولة ضعيفة. وبالتالي إذا كانت قوية أو ضعيفة علاقاتها الخارجية بتختلف. يعني لما نقول على سبيل المثال دلوقتي دولة عظمى زي الصين أو دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد علاقاتها الخارجية مع دول العالم تختلف عن دولة صغيرة مثلا في جنوب آسيا زي بنجلاديش أو دولة صغيرة في إفريقيا. الجغرافيا السياسية هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية، وتهتم بدراسة الموارد الطبيعية والموارد البشرية والتنظيم الداخلي وعلاقة كل هذا بقوة الدولة وعلاقاتها الخارجية. بعد ما شفنا تعريف الدولة، تعالوا ننتقل لكيف تطور علم الجغرافيا السياسية. القصة بتبدأ عند العالم الألماني رتزل عام 1897 نتيجة دراساته المتعددة للدول وتغير وتطور الخريطة السياسية العالمية. لاحظ أن هناك عديد من التغيرات بتحصل على الخريطة السياسية العالمية. لاحظ ظهور دول واختفاء دول واندماج دول وانقسام دول وتفكك دول. يتبع هذه الحالات من التغير، دي حالات التغير، يتبعه تغير في الخريطة السياسية العالمية ويتبعه تغير في العلاقات الدولية. كل ده أوحى للعالم الألماني رتزل بإنشاء وتأسيس علم الجغرافيا السياسية اللي بيربط ما بين الجغرافيا والسياسة. هنشوف سؤالين بشكل سريع علشان توصل لنا الفكرة، وإحنا هنؤكد دائما على أن الأسئلة بتثبت الأفكار وتبلور الأفكار، بتثبت الفكرة بدينا. بعد الكلام اللي احنا قلناه، محور دراسة الجغرافيا السياسية هل هي الحدود السياسية ولا العاصمة ولا المشكلات السياسية ولا الوحدات السياسية؟ محور دراسة الجغرافيا السياسية هتكون الدولة. طب انا مش لاقي الدولة هنا، لكن هلاقي كلمة الوحدات السياسية، واحنا كنا قلنا ان الدولة تساوي كلمة وحدة سياسية. مصطلح الدولة هو نفسه مصطلح الوحدة السياسية في علم الجغرافيا السياسية. سؤال آخر الهدف منه تثبيت الأفكار، الصفة أو السمة الأساسية لخريطة العالم السياسية التغير الثبات الانتشار كل ما سبق. طبعا الصفة الأساسية اللي احنا قلنا عليها أن الخريطة السياسية للعالم دائمة التغيير، يبقى الإجابة هتكون ألف. ندخل بشكل تفصيلي أكتر في موضوعنا النهاردة وهو تطور علم الجغرافيا السياسية. الجدول اللي قدامنا ده وراني في لقطة واحدة وفي مشهد واحد الكلام اللي هنقوله، ان هناك ثلاث علماء، واحد يوناني ارسطو في القرن الرابع قبل الميلاد، واحد ابن خلدون تونسي عربي في القرن ال15، واحد رازي الالماني في نهاية القرن ال19، كل واحد تحدث عن الدولة، وبما ان الثلاثة تحدثوا عن الدولة يبقى تحدثوا عن الجغرافيا السياسية. هذا هو التطور من القرن الرابع قبل الميلاد الى القرن ال15 الى القرن ال19، وانتهى بقيام العالم الألماني راتزل بتأليف كتاب اسمه الجغرافيا السياسية، ومن هنا نشأ علم الجغرافيا السياسية. إذا الميلاد الحقيقي للجغرافيا السياسية جاء على يد راتزل، إنما ابن خلدون وأرسطو تحدثوا عن الدولة، والدولة هي المحور الرئيسي للجغرافيا السياسية. إذا دي بدايات الكلام والحديث في الجغرافيا السياسية. طبعا هنتناول كل واحد فيهم بالتفصيل. الهدف من اننا نطلع على الخريطة امرين. الامر الاول هو ان مطلوب منك كطالب ثانوية عامة السنة دي ادبي انك تفهم مكونات الخريطة العالمية اللي قدامك. على نهاية السنة ان شاء الله هتلاقي نفسك فهمت اجزاء كثيرة جدا من الخريطة وعرفت الدول والحدود ومكونات الخريطة من مسطحات مائية ودول الى اخره. الهدف الثاني ان احنا قبل ما نتكلم عن اراء العلماء الثلاثة ارسطو ابن خلدون رازل نشوف دولهم على الخريطة. العالم اليوناني ارسطو الفيلسوف الكبير هو بينتمي لدولة اليونان، وبنقول دولة اليونان هي اصل الحضارة الاغريقية. طب احنا بنشوف الخريطة ليه؟ عشان اوريك اليونان فين اللي منها العالم ارسطو. طب ايه الهدف؟ لان ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك احد افكار ارسطو
ويقول لك ان هذه الفكره بتنتمي لعالم من علماء الجغرافيا السياسيه نشأ في، لاحظ، شمال البحر المتوسط. يبقى لازم نشوف مع بعض الخريطه علشان هذه الاسئله، يعني يجيب لك راي من اراء ارسطو ويقول لك دي بتنتمي لعالم، هذا العالم نشأ في، لاحظ، شمال البحر المتوسط، ادي البحر المتوسط، وادي اليونان موجوده في الشمال. او يجيبها بطريقه اخرى يقول لك ارسطو بينتمي الى دوله موجوده في جنوب قاره اوروبا، يبقى لازم نشوف ادي افريقيا وادي اسيا وادي اوروبا. ده الهدف من رؤيه الخريطه. نيجي للعالم الثاني ابن خلدون، اصل تونسي، فلازم تكون عارف اين توجد تونس، لاحظ انها موجوده في شمال افريقيا او جنوب البحر المتوسط. وهو عالم عربي، عالم عربي، ادي العالم العربي. ناتي الى العالم الثالث الالماني، رازل، ادي المانيا موجوده في شمال اوروبا. اللي بينتمي ليها العالم الالماني رازل مؤسس علم الجغرافيا السياسيه. اذا اليونان بلد ارسطو وتونس والعالم العربي المنطقة اللي نشأ وتربى فيها ابن خلدون، وألمانيا بلد رازل مؤسس علم الجغرافيا السياسية. ننتقل إلى جزء آخر في محاضرتنا النهاردة، هنبدأ نتعرف على العلماء الثلاثة ونتعرف على آرائهم بالتفصيل. نكمل ونشوف آراء العالم اليوناني أرسطو. العالم اليوناني أرسطو زي ما احنا شايفين له خمس آراء أو أفكار كانت مقدمة لبدايات إنشاء علم الجغرافيا السياسية عندما تحدث عن الدولة. هنشوف الخمس آراء لأرسطو في حديثه عن الدولة كمقدمة لعلم الجغرافيا السياسية، وبعدين هنتكلم عن كل رأي من الآراء بالتفصيل. آدي الرأي الأول، تحدث أرسطو في كتابه السياسة عن عناصر الدولة المثالية. يبقى أول رأي من آراء أرسطو التي ذكرها في كتابه السياسة، قال أن الدولة المثالية يجب أن تتكون من خمسة عناصر، بمعنى أن لو في عنصر من الخمسة مش موجود يبقى إذن هذه ليست دولة مكتملة. إيه يا عم أرسطو عناصر الدولة المثالية؟ قال لك يجب أن تكون لها عاصمة. اتنين، يجب أن يكون لها حدود سياسية. كلام جميل. في داخل الحدود السياسية يعيش سكان، والسكان بيعيشوا على الموارد، لازم سكان ويكون عندهم موارد. وبالتالي العنصر الخامس والأخير هو جيش لحماية كل ذلك. يبقى الجيش موجود لحماية العاصمة والسكان والموارد والحدود السياسية. ثم تحدث بعد ذلك أرسطو، قال لنا الرأي الثاني. إيه الرأي الثاني يا عم أرسطو؟ قال لك الحدود السياسية يجب أن تكون محصنة، أو يفضل أن تكون محصنة، من الأفضل للدولة. ولما تكون الحدود السياسية محصنة هيكون لها تأثير قوي جدا في قوة الدولة. لاحظ أن كل كلامنا بينعكس في النهاية على قوة الدولة. كل حديث علماء الجغرافيا السياسية بيشوفوا هذه الأمور الموجودة في الدولة، هل تساعد على قوة الدولة أم ضعف الدولة. وبعدين يجب أن تكون أو يفضل أن تكون حدودها محصنة. زي إيه يعني؟ أن يكون مثلا للدولة حدود بحرية، لها بحر صعبة الاقتحام. طبعا هو بيتحدث في زمنه، القرن الرابع قبل الميلاد. وأيضا إذا كان لها حدود جبلية، الجبل هيكون عائق أمام أي هجوم على هذه الدولة. وهكذا من وجهة نظر أرسطو أن الحدود المحصنة بيكون لها تأثير كبير في قوة الدولة. ننتقل إلى الرأي الثالث، قال إن موقع الدولة على الخريطة له أثر كبير في قوة الدولة. ماذا يقصد أرسطو بموقع الدولة؟ إذا كانت الدولة هامشية أم مركزية؟ الدول الهامشية الموجودة على أطراف الخريطة، وهنضرب مثال بدولة نيوزيلندا وأستراليا، يعني كل الدول اللي موجودة على أطراف الخريطة دي دول هامشية. إنما الدول اللي موجودة في منتصف العالم، في المركز، في السنتر، دول مركزية زي كل الدول المحيطة بالبحر المتوسط وموجودة في أوروبا إلى آخره، زي مصر وليبيا وزي إيطاليا وزي اليونان وزي أسبانيا وإنجلترا وفرنسا، دي دول مركزية. قال لك إذا كانت الدولة مركزية بتساعد في زيادة قوة الدولة. نأتي إلى الرأي الرابع، قال أرسطو أن المناخ له أثر في قوة الدولة.
ازاي يا عم ارسطو المناخ له اثر في قوه الدوله؟ ببساطه، وطبعا هنقول الكلام ده بالتفصيل. قال الدوله اذا كانت بتقع مثلا على خط الاستواء فهي بتقع في مناخ حار جدا، والمناخ الحار بيكون عائق امام نشاط السكان، وبالتالي اذا كان المناخ حار جدا زي الدول اللي بتقع على خط الاستواء هيكون عائق امام عمل السكان، وبالتالي مفيش نشاط اقتصادي، وبالتالي قوة الدولة تبقى ضعيفة لان النشاط الاقتصادي ضعيف زي الزراعة والصناعة والتجارة. وايضا المناخ اللي بيمثل عائق، قال مش الحر بس، ان يكون الجو بارد جدا، يعني في اقصى القطب الشمالي او في اقصى القطب الجنوبي. والمناخ الحار جدا او البارد جدا هنسميه مناخ متطرف. يبقى اذا المناخ المتطرف سواء كان بارد جدا ام حار جدا يؤثر على قوة الدولة. طب اذا كانت الدولة موجودة في مناخ معتدل او متنوع، قال ده بيساعد اولا على نشاط السكان، ثانيا على تنوع الانتاج الزراعي. وطالما الانسان مارس انشطة كثيرة وكان نشيط في عمله وعنده تنوع في الانتاج الزراعي، اذا ده بيساهم في انتاج الدولة وقوة الدولة. نأتي إلى الرأي الخامس لأرسطو، قال إن هناك علاقة مهمة جدا بين عدد السكان والموارد، وده بيؤثر في قوة الدولة. قال أرسطو إذا كانت الدولة فيها 100 مليون إنسان وعندها موارد لا تكفي إلا 10 مليون، إذا ده بيؤثر في قوة الدولة، بتكون دولة ضعيفة. فهو عاوز يقول أرسطو إن يجب الدولة يكون فيها سكان ويجب الدولة يكون فيها موارد، ويكون هناك توازن بين عدد السكان والموارد، يعني عندي 100 مليون يكون عندها موارد تكفي ال 100 مليون. تعالوا مع بعض نشوف هذه الآراء بالتفصيل ونستوعبها بشكل أفضل. الرأي الأول من آراء أرسطو اللي هو قال في عناصر الدولة المثالية. نشوف عناصر الدولة المثالية التي أشار لها أرسطو بشكل في خيال وفي صورة بحيث تثبت المعلومة. هنلاحظ ان احنا جايبين مثال بنطبقه على جمهورية مصر العربية. ادي خريطة مصر، بيظهر قدامنا هذه الدائرة الحمراء التي تمثل العاصمة. لو نتذكر مع بعض الخمس عناصر اللي قالهم ارسطو، قال ايه؟ يجب ان يكون لها عاصمة. بعد ما قال يكون فيها عاصمة، لاحظ هذا الخط البني ولاحظ هذا الخط البني، دي بتمثل الحدود. يبقى انا عندي الدولة لازم يكون فيها عاصمة ولها حدود. انتقل بعد ذلك أرسطو إلى، هنشوف مع بعض، طبعا كل الأشكال اللي بتظهر دي بتمثل بشر عايشين وتمثل موارد. نشوف مع بعض، آدي السكان وآدي السكان، يبقى قال عاصمة وحدود وسكان وموارد. احنا جايبين هنا سنبلة القمح على سبيل المثال للموارد، دي هتكون موارد زراعية، وعندي البقرة بتمثل موارد حيوانية، وعندي لما يكون أرض خصبة بتمثل موارد، وعندي نهر النيل بيمثل موارد، وإحنا في الصحراء موجود موارد معدنية وطاقة، يعني كل هذه الموارد أساسية لقوة الدولة. ثم يأتي بعد ذلك ده رمز للجندي، آدي مجموعة من الجنود وآدي طائرة هليكوبتر، طبعا ده كله خيال لتثبيت المعلومة. لاحظ آدي الجيش اللي بيحمي كل العناصر الأربعة. يبقى هذا الشكل المبسط قدامنا بيثبت الفكرة وبيخليني أقدر أستوعب الرأي الأول من آراء أرسطو اللي قال فيه الدولة لها خمس عناصر رئيسية: العاصمة، الحدود، الموارد اللي بتمثل هنا موارد زراعية وحيوانية، وسكان، وأخيرا جيش بيحمي هذه الدولة. وطبعا هنا الجيش بيرمز لوجود حكومة، فلا يوجد دولة بدون حكومة. هذا هو الرأي الأول من آراء أرسطو. ننتقل إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني من آراء أرسطو لما قال أنه الدولة يجب أو يفضل أن يكون لها حدود سياسية محصنة. ليه يا عم ارسطو؟ قال لك الحدود دي هتحمي الدولة. تعالوا مع بعض نشوف بعض الافكار اللي هنضيفها لهذا الرأي المطلوبة مننا واللي هتساعدنا في دروس الجغرافيا ان شاء الله طوال العام. ارسطو تحدث عن الحدود السياسية المحصنة، واحنا بدورنا في منهجنا بندي بعض الامثلة.
تعالوا نشوف مع بعض الثلاث امثله اللي قدامنا. على سبيل المثال للحدود المحصنه، الحدود الجبليه بين فرنسا واسبانيا. ادي قدامنا خريطه مبسطه بتوريني ده البحر المتوسط، وهنا مضيق جبل طارق، وادي البرتغال، ادي اسبانيا، وادي فرنسا. وفي الواقع على الخريطه الطبيعيه لاوروبا هنا جبال تسمى جبال البرانس. فاحنا بنضرب بجبال البرانس مثال للحدود السياسيه المحصنه. هناك نوع اخر، هناك ايضا حدود سياسيه محصنه جبليه بين دولتي الارجنتين وتشيلي، والارجنتين وتشيلي موجودين في امريكا الجنوبيه في العالم الجديد. هذه تشيلي وادي الارجنتين، وموجود هنا جبال اسمها جبال الانديز. ايضا بناخد مثال على الحدود بين مصر وليبيا، حيث يوجد هنا كميات من الكثبان الرمليه يطلق عليها بحر الرمال العظيم. بحر الرمال العظيم في حد ذاته يعتبر حدود محصنه، ده من وجهه نظر ارسطو في زمنه. لان احنا ان شاء الله مع التقدم في دروس الجغرافيا السياسيه هنقول ان العلم والتطور التكنولوجي وابتكار اسلحه جديده زي الصواريخ والطائرات المسيره الى اخره هدمت نظريه الحد الامن. يعني مهما كان حدودك محصنه ممكن اختراقها عن طريق الطائرات والصواريخ الى اخره. تعالوا مع بعض نشوف الراي الثالث لارسطو بعد ما شفنا العناصر المثاليه وحديثه عن الحدود المحصنه. الرأي الثالث من آراء أرسطو قال إن موقع الدولة له تأثير كبير على قوة الدولة. لاحظ إن إحنا طول السنة هنقعد نتكلم عن الدولة الدولة الدولة، والدولة هي محور دراسة الجغرافيا السياسية. نحفظ الجملة دي، الدولة هي محور دراسة الجغرافيا السياسية. إما أن يكون هامشي أو مركزي، وهناخد مثال الدول الهامشية، آدي نيوزيلندا وأستراليا، طبعا معروفين في الجنوب الشرقي من الكرة الأرضية على أطراف الكرة الأرضية بالقرب من القطب الجنوبي وقارة أنتاركتيكا. إذا دي دول هامشية. وعلى فكرة الولايات المتحدة الأمريكية دولة هامشية، وكندا دولة هامشية لأنها على هامش الكرة الأرضية. أما الدول المركزية شايفين كل هذا وسط العالم أو مركز العالم، فإحنا عندنا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا و إيطاليا واليونان وتركيا وسوريا، وكل هذه الدول تعتبر دول مركزية. كيف يؤثر موقع الدولة على قوتها؟ إذا كانت دولة هامشية هتكون علاقتها ببقية دول العالم فيها صعوبة. نلاحظ أن الكلام ده بيقوله أرسطو من القرن الرابع قبل الميلاد، وإحنا في القرن العشرين الميلادي، يعني من 25 قرن 2500 عام. فمن وجهة نظره ووجهة نظر مقبولة ان الدول الهامشية علاقتها بالدول من حيث العلاقات الثقافية والتصدير والاستيراد تجارة يؤثر على ضعف الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على قوة الدولة. كلما كانت الدولة مركزية يكون فرصة اكبر ان تكون الدولة قوية. نشوف الرأي الرابع من اراء ارسطو العالم اليوناني الاغريقي. الرأي الرابع بيقول المناخ له تأثير على قوة الدولة زي الحدود المحصنة وزي موقع الدولة. المناخ زي ما شرحناه، ولكن هنا هنجيب خريطة عشان نستوعب الفكرة. ادي خريطة العالم، واحنا عندنا ادي خط الاستواء، خط الاستواء اللي موجود في منتصف الكرة الأرضية، وعندي أقصى الشمال وأقصى الجنوب، القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي. إذا كانت الدولة بتعاني من مناخ متطرف، ما هو المناخ المتطرف؟ لاحظ إذا كانت الدولة حارة جدا ده متطرف، ويكون متطرف أيضا إذا كانت الدولة باردة جدا. يبقى الحارة جدا على خط الاستواء باردة جدا في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، وهنا بنضرب مثال بشمال روسيا وشمال كندا، المناخ متطرف بارد. وهنا دول كثيرة بتقع على خط الاستواء في افريقيا وفي اسيا وامريكا الجنوبيه، مناخ متطرف حار. اذا كان المناخ متطرف سواء حار او بارد بينعكس سلبيا على نشاط الانسان، وبينعكس سلبيا على نوع الزراعه، ما فيش تنوع زراعي. لكن اذا وقعت الدوله في المنتصف بين الحار والبارد شمالا وبين الحار والبارد جنوبا،
بنسميه مناخ معتدل متنوع. في هذه المناطق اللي فيها مناخ معتدل متنوع بيساعد على نشاط الإنسان، فيكون في إنتاج من حيث الصناعة والتجارة والزراعة، وبيساعد على تنوع المنتجات الزراعية، لأن المناخ الحار جدا ممكن يناسبه زراعة نوع أو نوعين أو ثلاثة من النباتات، لكن لما يكون عندي مناخ معتدل متنوع ممكن أزرع 20 نوع من النباتات اللازمة لغذاء الإنسان. طبعا علاقة واضحة جدا وآراء مهمة جدا لأرسطو، تأثير المناخ على قوة الدولة، كلما كان المناخ معتدل متدرج بيساعد على قوة الدولة. نأتي للرأي الخامس والأخير لأرسطو، عندما ذكر أن هناك علاقة مهمة جدا بين السكان والموارد. نركز مع بعض العلاقة اللي قالها أرسطو: هذه العلاقة بين السكان والموارد لها تأثير على قوة الدولة. قال إيه أرسطو بقى؟ قال حاجتين اتنين، إن عدد الموارد يكون هناك توازن مع عدد السكان، يعني ما ينفعش يكون السكان 100 مليون والموارد تكفي 5 مليون، إذا أنا عندي كده عجز في الموارد، وبالتالي الدولة لن تصبح قوية. الجزء الآخر اللي بيخص العلاقة بين السكان والموارد ليس التوازن فقط، قال إن السكان لازم يستغل الموارد. أنا عندي دولة ممكن يكون عندها توازن بين السكان والموارد، لكن الشعب كسلان أو الشعب غير متعلم. في النهاية يجب أن يتوفر حاجتين اتنين في العلاقة بين السكان والموارد: التوازن بين عدد السكان والموارد واستغلال الموارد. بكده نكون انتهينا مع بعض من استعراض آراء العالم أرسطو الخامسة. تعالوا مع بعض ننتقل إلى العالم الثاني اللي ساهم في تطور علم الجغرافيا السياسية، وهو العالم التونسي العربي. بنلاحظ إذا كان أرسطو كان بيعيش في القرن الرابع قبل الميلاد، فالعالم العربي ابن خلدون التونسي عاش في نهايات القرن الـ14 الميلادي وبدايات القرن الـ15، وإذا كان أرسطو ألف كتاب اسمه السياسة وهو في الأساس مشهور كفيلسوف، بنشوف العالم العربي ابن خلدون، كل طلاب الأدب عارفين أنه مؤسس علم الاجتماع. علماء العصور القديمة كان عالم موسوعة ممكن يؤلف فيه علم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. اشتهر ابن خلدون كمؤسس لعلم الاجتماع، ولكن لاحظ كتابه مقدمة التاريخ أيضا تحدث في علم التاريخ، وهو بيتكلم في علم الاجتماع وتكلم في كتابه مقدمة التاريخ تحدث عن الدولة. وبما أن ابن خلدون تحدث عن الدولة يبقى ساهم في تطور علم الجغرافيا السياسية. تعالوا نشوف ماذا قال ابن خلدون عن الدولة، محور دراسة الجغرافيا السياسية. وتعالوا مع بعض، دي المعلومات اللي احنا عرفناها عن ابن خلدون. هيظهر قدامنا بعض الصور. طبعا ابن خلدون بما انه من تونس وعربي وتجول في البلدان العربية، ماذا لاحظ وهو يرتحل من مكان الى مكان في الاراضي العربية والصحراء العربية والبلدان العربية؟ لاحظ ظاهرتين، اهم ظاهرتين لاحظهما ابن خلدون كما في الصورة. ادي صورة بتمثل البدو وادي خيام البدو. لاحظ ايضا ابن خلدون انه زي ما شاف في بعض الدول ظاهرة البداوة، لاحظ في بعض الدول ان هناك مدن. الظاهرة الاولى البداوة التي تمثله هنا القبيلة، يبقى هنقول البداوة والتحضر بتساويها القبيلة والمدينة. يبقى إذن لاحظ ابن خلدون ظاهرة البداوة والتحضر متمثلة في القبلية والمدنية أو القبيلة والمدينة. ده أول كلام عن الدولة. يبقى ابن خلدون أول رأي ليه في حديثه عن مكونات الدولة، لاحظ أن هناك دول منتشر فيها ظاهرة البداوة أو القبلية، ولاحظ أن هناك دول منتشر فيها المدنية أو المدينة أو التحضر، ظاهرتين عكس بعض طبعا. الرأي الثاني مهم جدا لابن خلدون في حديثه عن الدولة. ابن خلدون قال الدولة بتمر بدورة حياة لها بداية ولها نهاية. لاحظ من كلمة بداية ونهاية، ابن خلدون عاوز يقول إن من خلال
مشاهداته ومن خلال خبراته كعالم أن لكل دولة بداية ونهاية، وعمل للدولة دورة حياة. قال الدولة تنشأ ثم بعد فترة النشأة بتثبت فترة من الزمن، ثم تصعد إلى أعلى قوتها في فترة النضج والصعود، ثم بعد ذلك يبدأ المرحلة الأخيرة، مرحلة الانهيار أو الاضمحلال. وقال مراحل دورة حياة الدولة هي النشأة والثبات والنضج والاضمحلال. لازم أكون عارف هذه الأربع كلمات وبالترتيب، هذا هو الرأي الثاني. يبقى الرأي الأول الحديث عن البداوة والتحضر في الدول، الرأي الثاني دورة حياة الدولة، لكل دولة بداية ونهاية، واعرف الكلمات التي تمثل دورة حياة الدولة: النشأة، الثبات، النضج، الاضمحلال. الرأي الثالث والأخير من آراء ابن خلدون، تحدث في كتابه مقدمة التاريخ عن أسباب ثلاث مراحل من دورة حياة الدولة. لاحظ معايا، هو قال دورة حياة الدولة كام مرحلة؟ أربعة: النشأة، الثبات، النضج، الاضمحلال. لكن لما جه يشرح أسباب كل مرحلة، شرح عوامل قيام الدولة وعوامل نهضة الدولة أو نضجها وعوامل سقوط الدولة أو الاضمحلال، لكنه لم يتحدث عن عوامل ثبات الدولة. كل هذه نواتج تعلم، وركز على كل نتيجة من نواتج التعلم اللي احنا بنقولها. ننتقل إلى العالم الثالث، وهو العالم الأهم عندنا، وهو مؤسس علم الجغرافيا السياسية في نهاية التطور. يبقى أرسطو وابن خلدون دول كانوا مراحل في تطور الجغرافيا السياسية، إنما أرسطو هو اللي اكتمل على يد إنشاء علم الجغرافيا السياسية. قبل ما ننتقل إلى رازل، تعالوا نشوف مع بعض زي ما اتفقنا هناك بعض الأسئلة الهدف منها تثبيت الفكرة. نشوف السؤال ده كده: دورة حياة الدولة كما وضعها ابن خلدون يمثلها الحرف. لازم تكون عارف الكلمات التي تمثل دورة حياة الدولة. تعال مع بعض كده وتطبق استراتيجية الاستبعاد إلى أن تصل إلى الإجابة الصحيحة. طبعا هنلاحظ أن النشأة، الثبات، النضج، الاضمحلال هي التي تمثل رأي أرسطو لكل دولة بداية ونهاية. ندخل في تفاصيل حديثنا عن آراء العالم الألماني رازل. يبقى شفنا الأرسطو خمس آراء، شفنا لابن خلدون ثلاثة. تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال رازل العالم الألماني في كتابه الجغرافيا السياسية. طب نحاول نتذكر مع بعض كده أسماء الكتب الثلاثة. أرسطو ألف كتاب اسمه السياسة، ابن خلدون ألف كتاب مقدمة التاريخ، رازل ألف كتاب الجغرافيا السياسية. من عنوان الكتاب تم اتخاذ اسم العلم نفسه وهو الجغرافيا السياسية. تعالوا مع بعض نشوف ماذا قال رازل وكم عدد آرائه. نمرة واحد: لاحظ كل كلامنا عن الدولة، الدولة هي محور علم الجغرافيا السياسية. قال رازل الدولة مثل الكائن الحي، تنطبق عليها قوانين، لاحظ، الميلاد والنمو والوفاة. يبقى الرأي الأول رازل شاف إن الدولة زي الكائن الحي، وبعدين طبق على الدولة نفس مراحل أي كائن حي: الميلاد، النمو، الوفاة. أوعى تنسى إن ابن خلدون عمل دورة للدولة من أربع مراحل، ولكن الاتنين بيتفقوا في حاجة. هنا بيقول بتتولد وبتموت، هناك بتقول بتنشأ وتضمحل وتنتهي وتسقط. إذا هناك تشابه في هذا الرأي بين ابن خلدون وبين رازل. بنلخص الجملة بنقول التشابه ورد في إن الاتنين اعتبروا أن لكل دولة بداية ونهاية. نيجي للرأي الثالث المهم جدا، واللي هو جه نتيجة ملاحظات رازل في كل دراساته للجغرافيا والتاريخ. شاف ايه رازل؟ شاف ان الخريطة السياسية بتتغير. بما ان الخريطة السياسية بتتغير، قال لنا ممكن تتغير نتيجة ظهور دول ما كانتش موجودة، او اختفاء دول كانت موجودة، او دول كانت موجودة بتتفكك، او دول بتندمج، او دول بتنقسم. كل هذه التغيرات السياسية توصل الى ان تغير الخريطة السياسية بسبب الصراع. يبقى اذا الخريطة السياسية للعالم تتشكل نتيجة الصراع بين الدول. لاحظ كلمة الصراع. بنختم كلامنا عن العلماء الثلاثة، بنشوف تاني آرائهم اللي شفناها في بداية المحاضرة في لقطة واحدة أو في مشهد واحد.
هذا الجدول بيمثل آراء أرسطو وكل المعلومات عن أرسطو، ثم ابن خلدون التونسي العربي وآراءه وآراء راتزل. عندنا هنا 5 آراء لأرسطو وثلاثة آراء لابن خلدون وثلاثة آراء لراتزل. بكده اكتمل تطور علم الجغرافيا السياسية. لكن الأمر لم ينتهي عند ذلك الحد. إذا كنا ذكرنا أن علم الجغرافيا السياسية نشأ عام 1897، أي نهاية القرن 19 قبل نهايته ب3 سنين نشأ علم الجغرافيا السياسية، فهناك علم جديد ظهر بعدها بعامين على يد العالم السويدي كيلين، رودف كيلين، عام 1899. يعني بعد تأسيس علم الجغرافيا السياسية على يد راتزل نشأ علم جديد هو فيه تطوير لعلم الجغرافيا السياسية، وسمي هذا العلم الجيوبوليتيك، وبوليتيك أو بوليتيكا هو معناها علم السياسة. علم الجيوبوليتيك على يد العالم السويدي كيلين تحدث عن كل ما تحدث عنه راتزل، أي كل تفاصيل الجغرافيا السياسية، ولكن عمل تطوير كيلين في وضع الدولة في علم الجيوبوليتيك. وهننهي المحاضرة بالمقارنة بين علم الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك، كيف تنظر الجغرافيا السياسية للدولة وكيف ينظر الجيوبوليتيك على يد رودف كيلين إلى الدولة. تعالوا مع بعض ناخد فكرة سريعة عن علم الجيوبوليتيك. في هذه الشريحة بفكرك بتعريف علم الجغرافيا السياسية. لاحظ، دراسة الموارد الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي وعلاقة ذلك بقوة الدولة وعلاقات الدولة الخارجية. أما عن تعريف علم الجيوبوليتيك وحطنهم الاثنين مع بعض عشان نشوف الفرق، أيضا الجيوبوليتيك قال هتكلم عن الموارد الطبيعية وقال هتكلم عن الموارد البشرية، بس لم يتكلم عن التنظيم الداخلي، وقال هتحدث بالتفصيل عن الموارد الاقتصادية، وقال ان ال3 عناصر دول هدرسهم واشوف تأثيرهم. لاحظ هنا قلنا قوة الدولة وعلاقاتها الخارجية. هو بما ان علم الجيوبوليتيك السياسة، قال ايه بقى؟ هشوف تأثيرها على السياسة الخارجية. يبقى اذا كيلين في علم الجيوبوليتيك بيدرس ال3 عناصر دول وبيشوف تأثيرهم على السياسة الخارجية، وبالتالي تأثير على قوة الدولة. لاحظ في النهاية المقصود قوة الدولة هنا وقوة الدولة. يبقى إذن علم الجغرافيا السياسية بيشوف العلاقة بين 3 عناصر وقوة الدولة، علم الجيوبوليتيك بيشوف العلاقة بين 3 عناصر وقوة الدولة، بس في علم الجيوبوليتيك بيركز على السياسة الخارجية للدولة. وهنشوف ماذا يقصد كيلين بالسياسة الخارجية، وإيه التطور الجديد اللي بيحطه على قوة الدولة والدولة في علم الجيوبوليتيك. هذا هو تعريف الجيوبوليتيك. ملاحظين الفرق؟ هنا تنظيم داخلي، هنا موارد اقتصادية، هنا تحدث عن مجرد علاقات خارجية وقوتها، هنا تحدث عن السياسة الخارجية وقوة الدولة. ادي صورة كيلين، وطبعا كيلين سويدي في عام 1899. يبقى اذا علم الجيوبوليتيك او السياسة على يد العالم السويدي كيلين تأسس بعد علم الجغرافيا السياسية بعامين. نشوف تعريف علم الجيوبوليتيك زي ما شفنا تعريف علم الجغرافيا السياسية. افكرك بتعريف علم الجغرافيا السياسية، هو دراسة الموارد الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي وتأثير ذلك على العلاقات الخارجية للدولة ثم قوتها. هنا كيلين قال أنا هدرس العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية وتأثير ذلك على سياسة الدولة الخارجية وقوة الدولة. هنا لاحظ كلمة تطور، كلمة تطور القوة السياسية للدولة مش موجودة في علم الجغرافيا، مكتوب فقط قوة الدولة. هنا كيلين له رأي مختلف عن علماء الجغرافيا السياسي، قال إذا كانت الدولة من وجهة نظر كيلين تمتلك كل هذه العناصر الجغرافية والبشرية والاقتصادية فيجب أن تتطور قوتها. يعني إيه تتطور قوتها؟ بما إنها دولة عظيمة تمتلك كل هذه المقومات لازم تكبر في المساحة وقوتها تزيد. على حساب مين يا كيلين؟ قال على حساب الدول المجاورة ودول العالم الأخرى. يعني كل الدول القوية كلما استطاعت الاستيلاء او استعمار او احتلال الدول الاخرى، من وجهة نظر كيلين قال هذا تطور طبيعي لقوة الدولة
السياسية إذا امتلكت الموارد الجغرافية والاقتصادية والبشرية. من هنا هيبدأ الفارق ما بين الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك، إن علم الجغرافيا السياسية بيشوف الدولة بكل عناصرها وتفاصيلها كما هي، بينظر إلى الواقع كما هو، زي ما هنقول بعد شوية علم الجغرافيا السياسية بينظر للدولة على الوضع الاستاتيكي أي الثابت، إنما كيلن والجيوبوليتيك بينظر للدولة على إنها كائن متحرك ديناميكي يجب إنها تكبر على حساب مين؟ الدول المجاورة. والدول المجاورة هنسميها المجال الحيوي للدولة، المجال يعني المكان المحيط بالدولة خارج حدود الدولة، طالما أنا دولة قوية ممكن أتوسع على حساب الدول الأخرى أي على حساب المجال الحيوي المجاور ليا. كمل كلامه كيلن في علم الجيوبوليتيك، قال بما أن الدولة لابد وأن تتطور قوتها السياسية فإن هناك أهداف هنسميها في منهجنا، يا إما نقول أهداف تطور القوة السياسية للدولة أو أهداف الجيوبوليتيك أو أهداف كيلن، الثلاث جمل بيساوي نفس المعنى. كيلن قال ان اهداف تطور القوة السياسية للدولة ان الدولة لازم قوتها تتطور عند هدفين اتنين، هدف داخلي وهدف خارجي. ايه يا عم كيلن الهدف الداخلي؟ قال لك الوحدة والتجانس، والهدف الخارجي ان انا احصل على حدود جديدة. يعني ايه حدود جديدة؟ اكبر حدودي، اكبر مساحتي على حساب مين؟ على حساب الدول المجاورة، المجال الحيوي. تعالوا مع بعض نشوف اهداف تطور القوة السياسية للدولة او اهداف الجيوبوليتيك او اهداف كيلن في حديثه. قال ان انا عندي هدفين اتنين، الهدف الاول داخلي ان انا بكون محقق الوحدة والتجانس، يعني اي دولة قوية عاوزة تتطور لازم تحقق الوحدة والتجانس، ده هدف تطور القوة السياسية للدولة. يعني ايه الوحدة؟ شعب موحد. دولة مش محققة وحدة ممكن تتجزأ، ممكن يظهر فيها حركات انفصالية، جزء من الشعب عاوز ينفصل، ده المقصود بيه ان الدولة علشان تتطور قوتها لابد من الهدف ده تحقق الوحدة والتجانس بين افراد الشعب. يعني ايه التجانس؟ قال لك على سبيل المثال عشان نفهم القصة، لما يجي يوم في الايام الرئيس اوباما الامريكي رئيس اسمر يحكم شعب امريكا اللي هو معظمه من البيض، ومعروف اوباما من اصول كينية من افريقيا، يبقى ده شعب متجانس. او يجي رئيس مسلم يحكم شعب في عدد كبير من المسيحيين، او يجي رئيس مسيحي يحكم شعب في عدد كبير من المسلمين، احنا بنوضح الفكرة عن ايه تجانس، اذا هذا شعب متجانس. بالنسبة لنا في مصر طبعا معروف عننا التجانس مهما تنوعت التفاصيل الصغيرة بين أهل اسكندرية وأهل الصعيد وأهل الدلتا وأهل المدن الساحلية زي بورسعيد، هناك تجانس، تحس إن الشعب منصهر ومندمج مع بعضه برغم إن هناك اختلافات بسيطة في نطق اللهجة في العادات في التقاليد إلى آخره. إحنا كده فهمنا ما المقصود بالهدف الداخلي. الهدف الداخلي لتطور القوة السياسية، وكلمة تطور زادت عن كلامنا في الجغرافيا السياسية، مفيش تطور للقوة في الجغرافيا السياسية، في ثبات استاتيكية، إنما في علم الجيوبوليتيك في ديناميكية، تطور، حركة، الدولة تكبر. طب خارجيا بقى بصوا التوسع، الاحتلال، الاستعمار، آخد حدود جديدة، اكتسب أرض جديدة، على حساب مين يا عم؟ قال لك الدول المجاورة اللي هي المجال الحيوي، الدول المحيطة. كلام جميل. بكده نكون خدنا تفاصيل سريعة عن علم الجيوبوليتيك الذي أسسه العالم السويدي كيلن عام 1899 بعد سنتين من تأسيس علم الجغرافيا السياسية. هذه الجزئيات البسيطة اللي عرفناها عن هذه المعلومات البسيطة ونواتج التعلم البسيطة اللي عرفناها عن علم الجيوبوليتيك هنتخطاها بشكل سريع بعد هذه المحاضرة، ويبقى كلامنا لنهاية العام عن الجغرافيا السياسية. تعالوا نشوف مع بعض أمثلة علشان نفهم يعني إيه وحدة وتجانس. أدى الرئيس الأمريكي أوباما، ملاحظين إنه أسمر وده علم أمريكا، أوباما رئيس أسود لشعب غالبيته بيضاء، تجانس. الشعب المصري بعنصريه تجانس، المسلمين والمسيحيين.
الصراع الطائفي في العراق ولبنان عدم تجانس. الصراع الطائفي في العراق ولبنان ما بين الأديان وما بين المذاهب، كل ده بيؤدي إلى إن مفيش تجانس. وفي النهاية هذا الصراع ممكن يؤدي في النهاية إلى عدم تحقيق الوحدة. يعني إيه؟ الدولة تتقطع لأجزاء، يظهر مجموعة من الناس على سبيل المثال زي الأكراد في العراق، وده هيبقى موضوع نتكلم عنه بالتفصيل، أكراد عاوزين ينفصلوا في العراق والأكراد في تركيا وهكذا. إذا بكده بيكتمل حديثنا عن كيلين وعن علم الجيوبوليتيك، وهنشوف في الشرائح القادمة الفرق الواضح بين علم الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك. لكن قبل ما نشوف هذا الفرق، تحدثنا في علم الجغرافيا عن ثلاثة، أرسطو ابن خلدون راتزل. في علم الجيوبوليتيك تحدثنا عن العالم الرئيسي مؤسس علم الجيوبوليتيك، ولكن عندنا اتنين من العلماء تحدثوا، او هنعرف عن كل واحد معلومة سريعة. هناك عالم من علماء علم الجيوبوليتيك مع كيلين يعني، اسمه ماهان. لاحظ ماهان، هذا الرجل اللي امامك هو رجل امريكي، جنرال امريكي، تحدث في علم الجيوبوليتيك ولكن تخصص في حاجة واحدة، تخصص في القوة البحرية وعلاقتها بالسيادة والسيطرة. يعني بيكمل كلام كيلين. كيلين قال لنا انا عاوز الدولة يبقى عندها سيادة وسيطرة وتتوسع وتستعمر وتحتل. الراجل ده قال من العناصر المهمة جدا اللي تخلي الدولة عندها سيادة وسيطرة وتوسع واحتلال يكون عندها قوة بحرية اللي هي الاسطول. دي فقط المعلومة اللي هنعرفها عن مهان. هناك عالم اخر اسمه هاوس هوفر، وهاوس هوفر هو ألماني أيضا زي راتزل، ولكن راتزل جغرافيا سياسية، هاوس هوفر جيوبوليتيك. هذا الرجل الألماني أسس منهج، كان له منهج خاص به. هذا الرجل هاوس هوفر كان له مدرسة بمعنى منهج في علم الجيوبوليتيك خاص به في مدينة ميونخ في ألمانيا. وفي نهاية الأمر بنقول إن الحديث عن الجغرافيا السياسية والحديث عن الجيوبوليتيك في وقت متقارب أدى إلى اختلاط، نخلي بالنا من الجملة دي، كان له تأثير الراجل ده على النازية هتلر في ألمانيا اللي أشعل الحرب العالمية الثانية. بما إننا اتكلمنا عن ألمانيا يبقى لازم نصل إلى فكرة أنه حدث هناك خلط ما بين مفاهيم الجغرافيا السياسية ومفاهيم الجيوبوليتيك في ألمانيا تحديداً، وعلى يد القادة الألمان تحديدا، حيث اعتبر القادة الألمان أن مفاهيم الجغرافيا السياسية هي نفسها مفاهيم علم الجيوبوليتيك، وأن هما الاثنين بيدعوا إلى التوسع والسيطرة والهيمنة والاحتلال، وده هيطبقه قادة الألمان في الحرب العالمية الثانية. نيجي لجزئية الخلط ونركز قوي عليها ونشوف هذه الشريحة. الخلط ما بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، حدث خلط ما بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، لاحظ ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لاحظ أنا بأكد عليك المعلومة دي، ما قبل الحرب العالمية الأولى. طب بدأت إمتى الحرب العالمية الأولى؟ 1914، يبقى من قبل 1914. طب الحرب العالمية الثانية انتهت إمتى؟ 1945، يبقى بعد 45. يبقى الخلط حصل من قبل 1914 إلى ما بعد عام 1945. أبرز صور الخلط واستغلال هذه المفاهيم وتدخيل المفاهيم في بعضها واعتبار أنهم علم واحد بيدعو للتوسع حدث عند القادة الألمان. اعتقد البعض أنهما علما واحدا، الكلام اللي قلناه، وظهر الكلام ده من خلال الغزو الاستعماري والتوسع الإقليمي منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وده حصل على يد القادة الألمان. بننتقل إلى الجزء الأخير من محاضرتنا النهاردة اللي بيتضمن مقارنة سريعة بين علم الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك، ثم بننهي محاضرتنا ببعض الأسئلة اللي الهدف منها تثبيت الأفكار اللي وردت في المحاضرة. تعالوا مع بعض نشوف المقارنة ما بين علم الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك. نلاحظ مع بعض ان الجغرافيا السياسية بتنظر للدولة او بتدرس الدولة ككيان قائم، بتدرس الكيان القائم للدولة كما هو، بتدرس تفاصيل الدولة،
اللي هي المقومات الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي، ولا تتحدث أبدا عن أي تطور ولا أي قوة. إذا بتدرس الواقع، الجغرافيا السياسية بتدرس الواقع، لكن الجيوبوليتيك بتتكلم عن نفس التفاصيل ولكن بترسم تصور لما يجب أن تكون عليه الدولة في المستقبل ومطالبها في مجال السياسة الخارجية. يعني الجيوبوليتيك بيدرس نفس الكلام بتاع الجغرافيا السياسية ولكن بيضيف نظرته للدولة في المستقبل، إن بما إن هي هتكون دولة قوية وتحقق الهدفين اللي هو الهدف الداخلي الوحدة والتجانس، وتحقق الهدف الثاني، يبقى إذن في المستقبل هتتغير الدولة، تتغير بمعنى إيه؟ تكتسب حدود جديدة وتتوسع وتحتل الدول المحيطة وتكبر على حساب المجال الحيوي المحيط أو على حساب الدول المحيطة. يبقى إذن هنا الدولة في الجغرافيا السياسية كائن استاتيكي ثابت، إنما الدولة في الجيوبوليتيك كائن حي. وهنا كلمة كائن حي ليس مثل كلام رنزل، وإنما كائن متحرك ديناميكي. كائن ديناميكي، هنا استاتيكي ثابت، هنا كائن ديناميكي متحرك. إذا وجه الاختلاف لما نيجي نلخصه ما بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، تختلف الدولة في الجيوبوليتيك عنها في الجغرافيا السياسية من حيث المساحة والسياسة الخارجية. نركز على هذه النتيجة من نواتج التعلم. وجه الاختلاف كما يظهر في الجدول، هذه كيان قائم، ده النظرة في المستقبل، ده النظرة في الواقع كما هي، دي الدولة هتتغير وتتطور، هنا الدولة كائن استاتيكي، هنا الدولة كائن ديناميكي. بنلخص كل هذا الاختلاف بين الاستاتيكية والكيان القائم والديناميكية والمستقبل، إن الاختلاف هنا من حيث المساحة، لأن هنا الدولة مساحتها هتكبر، وهنا الدولة سياستها الخارجية هتتغير لأنها تبقى دولة معتدية، دولة مستعمرة، دولة بتحتل الدول الأخرى. لاحظ أيضا فكرة التوسع والسيادة والهيمنة اللي هي بترتبط بعلم الجيوبوليتيك. يبقى إذا وجه الاختلاف من حيث المساحة والسياسة الخارجية وفكرة التوسع والسيادة والهيمنة. ننتقل إلى الجزء الأخير من محاضرتنا النهاردة باستعراض بعض الأسئلة اللي بتثبت الأفكار. تعالوا مع بعض كده نشوف هذا السؤال. أي خرائط مصر التالية تمثل عناصر الدولة المثالية؟ هنا طبعا بيلمح للعناصر الخمسة اللي ذكرهم أرسطو، لازم تكون فهمهم كويس. لو جيت هنا تبص في هذا الشكل ألف، مش هتلاقي العاصمة ألف، موجودة في ب وجيم. الحدود طبعا موجودة في كل الخرائط الأربعة. أما أجي هنا هلاقي موارد وهلاقي شعب وهلاقي جيش، بس مش هلاقي عاصمة. أنا عاوز أختار الشكل اللي فيه الخمسة. طب لو جيت للشكل ده هلاقي الموارد بقر، ولاقي الشعب إنسان، ولاقي موارد ده رمز لآبار النفط والغاز، ولاقي جيش، ولاقي حدود، بس ما فيش عاصمة. طب الشكل جيم ألاقي العاصمة موجودة، ولاقي الموارد، ولاقي الشعب، ولاقي موارد نفط، بس ما لاقيش جيش. لما نيجي للشكل باء علشان تكتمل العناصر، ادي العاصمة وادي الحدود وادي الشعب وادي الموارد وادي الجيش. يبقى اذا الخريطة باء هي التي تمثل عناصر الدولة المثالية كما ذكرها أرسطو. ننتقل الى السؤال الثاني. تم تناول علم الجغرافيا السياسية في القرن الرابع قبل الميلاد، لاحظ، على يد احد علماء الحضارة. إذا من خلال الأسئلة بنعرف ما الهدف من المحاضرة. هنا بيقول لي العالم، ما قاليش اسمه، هو طبعا أرسطو، بس هنا حب يقول لي هل هو من الحضارة الفرعونية الفارسية الرومانية أم الإغريقية؟ طبعا الإغريقية. ممكن السؤال نفسه يتطور يجي يقول لي طب من أي بلد؟ لازم تكون عارف إنه من اليونان. طب ممكن يجيب لي خريطة زي دي ويقول لي اليونان دي موجودة فين؟ شمال البحر المتوسط أو جنوب أوروبا، ويكلمني عن بنفس الفكرة عن رذل في المانيا وابن خلدون في تونس. يعني في النظام الجديد نظام الفهم، المعلومه الواحده او الفكره الواحده ممكن تيجي باكثر من شكل في الامتحانات. طبعا هنا الحضاره الاغريقيه، اليونان، شمال البحر المتوسط او جنوب اوروبا. هذه اليونان. سؤال على نفس موضوع المحاضره، امتحان ثانويه عامه دور اول 23، يعني من حوالي شهرين ثلاثة تقريبا.
سؤال حديث جدا، تفكك الاتحاد السوفيتي وجناحيه الاقتصادي والعسكري، طبعا مع الانتهاء من المنهج. لاحظ ان السؤال ده بيجي اخر السنة. الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي كان له حلف عسكري وورثه، وتكتل اقتصادي هو الكوميكون، هنعرفهم في نهاية المنهج. لكن في النهاية احنا بنتكلم عن تفكك الاتحاد السوفيتي، يؤكد صحة آراء العالم. مين بقى اللي تحدث عن ان الدولة بتكبر وتتفكك في الاخر؟ هل كيلين؟ هل ارسطو؟ هل سيجفريد؟ سيجفريد طبعا هيرد بعد كده ان شاء الله في احد الدروس في الايام القادمة اللي بتتكلم عن جغرافيا الانتخابات، ام ابن خلدون. طبعا لازم نكون عارفين، طالما شفنا سؤال فيه ان دولة بتتفكك بتنتهي، يبقى لازم يجي واحد من الاثنين اللي هم قالوا لكل دولة بداية ونهاية. ووضع السؤال كان من الذكاء بحيث انه ما جابلكش رتزل. احنا اتفقنا ان الاثنين قالوا لكل دولة بداية ونهاية. تفكك اي دولة اتفقنا انه نهاية الدولة، واحنا شفنا اتنين من العلماء تكلموا عن ان لكل دولة بداية ونهاية، وهما ابن خلدون في دورة حياة الدولة، ورتزل اللي قال الدولة زي الكائن الحي هتتولد وتنمو وتموت. لما نيجي نصيغ السؤال، الراجل اللي حط الامتحان كان من الذكاء انه ما جابلكش راتزل، فيجيب لك فقط ابن خلدون، لان الاتنين بيتفقوا ان لكل دولة بداية ونهاية. لو جابلك هنا ابن خلدون هنا وراتزل، انت هتحتار تختار مين فيهم، لان الاتنين قالوا ان لكل دولة بداية ونهاية بالتفكك والانحلال والموت دورة حياة الدولة. لو جاب لي راتزل هختار راتزل، يعني ممكن نفس السؤال ده السنة الجاية يجيلك ونشيل ابن خلدون ونحط مكانه رتزل، لان الاثنين اعتبروا ان لكل دولة بداية ونهاية مع اختلاف الكلمات. سؤال على نفس موضوع المحاضرة، لاحظ امتحان ثانوية عامة دور اول 22، يعني مش السنة دي، السنة اللي فاتت. جيب لك ارسطو، ابن خلدون، رتزل، كيلين. اذا بلاحظ ان في ثلاثة من علماء الجغرافيا السياسية وكيلين من الجيوبوليتيك دخلهم مع بعض، كانت لهم اسهامات في علم الجغرافيا السياسية وقد اتفقوا جميعا فيه. يعني جايب لي ثلاثة جغرافيا سياسية وكيلين جيوبوليتيك، ايه الحاجة اللي اتفقوا عليها رغم الاختلاف؟ هل دراسة الوحدات السياسية؟ هل تشبيه الدولة بكائن حي؟ ده كلام مين؟ ده كلام راتزل، ما يمشيش مع الأربعة. طب دراسة النظام العالمي الجديد؟ هنشوف مع بعض طبعا مع المحاضرات القادمة، هندرس في الجغرافيا السياسية مجالات الجغرافيا السياسية النظام العالمي الجديد. طب الدراسة الاستاتيكية، طبعا ده وجهة نظر علم الجغرافيا السياسية. يبقى في النهاية نركز على هذه النتيجة من نواتج التعلم، برغم الاختلاف بين علماء الجغرافيا السياسية وعلماء الجيوبوليتيك، إلا أنهم متفقين في محور الدراسة وهو الوحدات السياسية أي الدولة. نشوف هذا السؤال، وضع ابن خلدون دورة حياة الدولة من النشأة حتى الاضمحلال. معروف طبعا ابن خلدون والأربع مراحل. في ضوء العبارة السابقة أجب. شرح ابن خلدون عوامل جميع مراحل دورة حياة الدولة فيما عدا، يعني ابن خلدون قال لنا الأربع مراحل وقال لنا عوامل كل مرحلة، لكنه تجاهل فيما عدا تساوي باستثناء وتساوي يخرج عنها. مين اللي بيخرج بقى عن الكلام ده؟ اي مرحلة لم يذكر عواملها ابن خلدون، طبعا مرحلة الثبات. بنيجي للسؤال الاخير، دخلت انجلترا وفرنسا حرب السنين السبع عام 1756 حول المستعمرات في الهند والعالم الجديد. في ضوء العبارة السابقة والخريطة المرفقة اللي بتوريني قد ايه انجلترا توسعت واستعمرت دول كثيرة في العالم، تمثل مناطق الاستعمار. أجب. مضمون العبارة والصورة. مضمون العبارة صراع عسكري، صراع استعماري حول المستعمرات، وجايب لي دولة استعمرت أجزاء كبيرة من العالم. هذا الكلام المضمون العبارة والصورة بيتطابق مع آراء مين بقى؟ هل أرسطو، ابن خلدون، رتزل؟ أكيد طبعا كيلين اللي قال إن الدولة من حقها تطور قوتها السياسية بالاستعمار والسيادة والهيمنة وتوسيع مجالها الحيوي. إذا هذا الكلام بينطبق على كيلين.
هذا تخلط ما بين الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك، الخلط اللي حصل في ألمانيا على يد القادة الألمان، حيث اعتقد البعض أنهما علما واحدا في ضوء العبارة السابقة أجب، أي الفترات التالية أكثرها دقة والتي حدثت فيها عملية الخلط؟ جيب لي 4 فترات حصل فيهم عملية الخلط، وأنت من خلال الشرح أثناء المحاضرة أكيد عارف إن الخلط حصل ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لو جيت أبص 14 ل 18 دي بداية ونهاية الحرب الأولى، 39 و45 بداية ونهاية الحرب الثانية، 1910 قبل بداية الأولى، 48 بعد بداية الثانية. إذا الإجابة جيم تمشي معانا، 18 ل 39 ما بين الحرب الأولى نهايتها وبداية الثانية، يبقى إذا الخلط حدث ما قبل الحرب العالمية الأولى وما بعد الحرب العالمية الثانية، يبقى الإجابة هتكون جيم. نشوف السؤال الأخير. إلى هنا بننتهي من محاضرة اليوم، أتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه المحاضرة واستفدتوا استفادة كبيرة. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت إعجاب بالفيديو ومشاركة مع زملائك وزميلاتك حتى تعم الفائدة، وإلى اللقاء في المحاضرة الثالثة.